دكتور عمر انت طبيب اسره وغير كذا مهتم بالتقنيه صحيح. وايضا محتواك على السوشيال ميديا ومحتواك في البرامج يجمع ما بين التقنيه والطب صحيح. او شي حدثنا عن تخصصك وبعدين كيف ممكن تقدر تفيدنا احنا اللي موجودين وتفيد المشاهدين فئه عمريه معينه وتطبيقات معينه. جميل جدا. طبعا تخصص طب الاسره هو من تخصصات الطب يعني العام كتخصص فرعي. في العاده احنا نتابع الاشخاص سواء الطبيعيين او الغير طبيعيين يعني المرضى. نتابعهم من جميع النواحي، جميع الفئات العمريه، جميع الامراض، بس بشكل خلينا نقول فحص اولي. فنشوف تقريبا جميع الفئات العمريه ونشوف جميع الامراض من ناحيه الفحص. بعدين اذا في حاجه لتدخل مثلا جراحي او حاجه الى علاج يعني ابعد نحول الحاله الى تخصص طيب. فرعي. انا وين القاك في المستشفى؟ انت موجود في الطوارئ؟ لا، بالعاده انا عيادتي تعتبر العياده الاوليه، بمعنى انه الشخص ممكن يوصل لي انا اول واحد. كيف؟ التوجه ان شاء الله الجديد انه كل شخص في المملكة العربية السعودية بقيادة حكومتنا الرشيدة راح يكون له طبيب أسرة خاص فيه. يكون مسؤول عن جميع الأسرة. يعني مثلا منطقة معينة ولا لا، التوجه إن شاء الله إنه راح يصير كل شخص أو كل عائلة راح يكون لها طبيب أسرة يهتم فيهم ويستمر معاهم يعني مدى الحياة إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. أنا دكتور وبرضه حضوري صح؟ صحيح. طبعا احنا يعني في العياده نشوف جميع انواع المرضى تقريبا، الاطفال، مثلا الحوامل، الكبار السن. ففي العاده احنا مزعجين نوعا ما، نطلب اشياء كثير، مثلا نطلبهم دائما يسوون رياضه، يهتمون بالاكل. هذه الاشياء شوي متعبه، تتعبنا ونزعج فيها المرضى، بالاضافه الى طبعا العلاجات والمتابعه، متابعه الادويه. اي الادويه. طيب الان طبيب الاسره هو تخصص يعني في الجامعة تدرسون كل الأمراض بشكل عام؟ هو تخصص واسع جدا. تقريبا يعني احنا نشوف جميع الأمراض بس بشكل سطحي، يعني مو بشكل عميق ودقيق جدا. وين منطقتكم اللي عميقين فيها؟ إلى الحد اللي مثلا نقدر نحول فيه المريض إلى التخصص الأدق أو الأبعد، أو مثلا إلى العلاج اللي نقدر نتابع فيه المريض بعد كذا إذا كان في شيء. مثلا خلنا نضرب مثال أحسن. مثلا فحصنا مريض معين، مثلا خلنا نقول عنده الزائدة الدودية مثلا. أوكي. إحنا شفناه، شخصناه، خلاص موجود عندنا، شخصناه. إحنا بعد كذا ما نقدر نسوي العملية مثلا. هنا إحنا نحتاج جراح تحويل. فإيه نحولها للجراح، الجراح يكمل العملية. ينطبق الكلام نفس الشيء بالنسبة لأمراض العيون، أمراض الأنف والأذن والحنجرة. الباطنية بعد؟ الباطنية احنا نشوف الحالات في البداية وبعدين نحولها عندهم إذا يحتاجون تدخل أبعد. طيب الفئة العمرية من 50 سنة وفوق، إيش مشكلتكم معاهم أو إيش مشكلة؟ طيب زد رصيدك حصرياً ومجاناً على شاهد، حكايات لا تنتهي.